وزير خارجية الدنمارك، السيدات والسادة أعضاء الوفد الدنماركي، أرحب بكم معالي الوزير في بلدكم الصديق مصر، حيث تعكس هذه الزيارة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية. لقد تشرف معالي وزير خارجية الدنمارك اليوم بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وشهدت المقابلة استعراضاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في ضوء اللقاءات المتكررة التي حدثت بين السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيس وزراء الدنمارك، سواء في بروكسل في فبراير 22 على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي، أو بعد ذلك هنا في القاهرة حينما قامت السيدة رئيسة الوزراء بزيارتها الهامة إلى مصر. كما أيضا تم خلال لقاء معالي الوزير مع فخامة الرئيس السيسي مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت هناك فرصة للوزير الدنماركي أن يتعرف على الرؤية المصرية تجاه هذه القضايا الإقليمية والدولية. عقدت مع معالي الوزير راسموسن جولة مباحثات منفردة وأخرى بحضور وفدي البلدين، وسوف نواصل اللقاء بيننا، وتناولنا بإسهاب مجمل القضايا الثنائية، كيفية تطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. الدنمارك دولة صديقة كما ذكرنا، هناك العديد من الشركات الدنماركية العاملة في مصر، والسيد الوزير التقى بهذه الشركات صباح اليوم، وهناك رغبة من هذه الشركات في توسيع أعمالها واستثماراتها هنا في مصر في مختلف القطاعات في ضوء البيئة المواتية للاستثمار الموجودة هنا في البلاد. تم أيضا استكشاف سبل تدعيم هذه العلاقات في ضوء وجود مجالات أرحب لتطويرها. شهدت مباحثاتنا تأكيدا على الإمكانيات الهائلة الموجودة لزيادة حجم التجارة بين البلدين. تم كما ذكرت التركيز على دور الشركات الدنماركية في الاستثمار في مصر وفي السوق المصرية، وبما يحقق مصالح الطرفين، منافع للشركات الدنماركية وأيضا منافع للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية. اتفقت مع معالي الوزير راسموسن على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في عدد من القطاعات، على رأسها بالتأكيد قطاع اللوجستيات. كلنا نعلم أهمية الشركة الدنماركية الكبرى شركة ميرسك، دورها الكبير في اللوجستيات وفي تطوير أعمالها واستثماراتها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك تفاهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة، سواء في قطاع اللوجستيات أو أيضا في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة، وإنشاء مركز ضخم لتموين السفن العابرة لقناة السويس بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكل مصادر الطاقة النظيفة. تحدثنا أيضا عن التعاون في مجال دعم مصر لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء. لدينا شركات دنماركية كبيرة عاملة في مجال
توليد الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. أيضا تحدثنا عن التعاون في مجالات البنية التحتية وأيضا قطاعي الزراعة والثروة السمكية، فضلا عن التعاون في قطاع الأدوية. شهدت مباحثتنا اليوم اتفاقا كاملا في الرؤى حول أهمية الاستمرار في التعاون في مكافحة ظاهرة الإرهاب وأهمية القضاء على هذه الظاهرة من خلال المقاربة الشاملة التي تركز على الجوانب ليس فقط الأمنية ولكن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأيضا محاربة الفكر المنحرف المتطرف. تحدثنا أيضا عن التعاون الثقافي والعلمي والتبادل بين الشعبين الصديقين، وهناك مبادرة هامة هي المبادرة الدنماركية المصرية للحوار ونحن ندعمها ونقدم كل الدعم الكامل لها. تحدثنا أيضا عن التعاون في مجال مكافحة الهجرة الشرعية، وطبعا مصر تقوم بدور رائد في هذا المجال وتتحمل أعباء كبيرة، ولا يمكن أن نستمر في تحمل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية بدون الدعم الكامل من المجتمع الدولي لدعم ضيوفنا المتواجدين هنا في مصر، حيث اقتربنا ولكن وصلنا إلى عدد يفوق 10 مليون ضيف متواجدين على الأراضي المصرية، وهذا عبء تنوء به الجبال. وبالتالي نقول دائما لأصدقائنا في أوروبا، وسألتقي بعد قليل مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة، بأن هناك يعني حدود قصوى لا نستطيع أن نتجاوزها، ولا بد أن تكون هناك المزيد من قنوات الدعم والتأكيد على مزيد من الموارد المالية لمساعدة مصر في تحمل هذه الأعباء. تحدثنا بطبيعة الحال عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، تحدثنا عن الأزمة في قطاع غزة، تحدثنا عن الكارثة الإنسانية هناك، تحدثنا عن العدوان المستمر بعد أكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب، تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة، وهذا هو الموقف المصري، لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية. المعالي الوزير سيقوم غدا بزيارة إلى مدينة العريش، وستتفقد المراكز اللوجستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية، وسيرى بنفسه للأسف الشديد الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري للمعبر، مما أدى إلى توقف هذا المعبر تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني، وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع، وحتى لا نستطيع تطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي اختفى منذ عقود ويعود مرة أخرى نتيجة للأوضاع الكارثية في القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وبدون أي قيود للمساعدات. تحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الإقليمية، الوضع في السودان، الوضع الكارثي في السودان، وللأسف الشديد لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث في السودان وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تحملها مصر نتيجة لاندلاع هذه الأزمة.
تحدثنا عن الوضع في منطقة البحر الأحمر وتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى وتأثر الاتحاد الأوروبي وتأثر مصر أيضا. مصر أكثر دولة في العالم متضررة من التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر والذي هو وليد للأزمة الممتدة في قطاع غزة واستمرار العدوان في قطاع غزة وعدم التوصل إلى اتفاق يضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وأيضا يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات. تحدثنا أيضا عن الوضع في القرن الإفريقي وأيضا أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، وهناك أيضا الحديث عن قضايا دولية في مقدمتها إصلاح النظام المالي الدولي، إصلاح مجلس الأمن، أيضا النظام المتعدد الأطراف الذي أصبح على المحك نتيجة لازدواجية المعايير ووجود دولة لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي الإنساني. تحدثنا أيضا عن ملفات أخرى، وفي الختام أجدد شكري للوزير راسموسن على زيارته إلى مصر، وأؤكد حرص مصر على تعميق العلاقات مع دولة الدنمارك الصديقة في مختلف المجالات، وبما يدفع العلاقات بين البلدين إلى مجالات أرحب. شكرا جزيلا، وأدعو معالي وزير خارجية الدنمارك لإلقاء كلمته. Okay. Yes, thank you. First of all, I would like to thank you, Your Excellency Minister for Foreign Affairs Abdelaziz, for inviting me to Egypt. It's indeed a great pleasure to be here again. My last visit to Egypt was, almost 5 years ago as Prime Minister. And like back then, Egypt and Denmark to this day continue to have a strong relationship. But a lot has changed in the world since my last visit here 5 years ago. كثيرة تغيرت منذ زيارتي السابقة، أما زيارتي اليوم إلى القاهرة فتأتي في وقت بالغ الأهمية، فبلدان الشرق الأوسط وكذلك في أوروبا وإزاء التغيرات التي تحدث في العالم والتغيرات الأخرى، وأعتقد أن الشراكات القوية هي أهم شيء يساعدنا على مواجهة تحديات اليوم وغدا، ومصر والدنمارك تتشاركان في هذه النظرة. وأعتقد أن محادثاتي مع السيد رئيس الجمهورية هذا الصباح أكدت ذلك، وبالطبع نرحب بالزيارة القادمة التي سيقوم بها السيد رئيس الجمهورية إلى الدنمارك. هذه رسالة قوية، ولذلك فلقد قررت أن أزور مصر، وهي أول بلد أزوره في هذه القارة بعد أن وضعنا الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالقرن الإفريقي. هناك ضرورة فتح فرص العمل للشباب المصري، واليوم أريد أن أفتح الاستوديو الجديد للبحوث في القاهرة، وهو دليل قوي على اهتمامنا بالتعاون بين البلدين. ونحن ندرك أن مصر تتحمل عبئا كبيرا، وأنتم شركاء عظماء للاتحاد الإفريقي، ولذلك فنحن نرغب في زيادة دعمنا ونزيد بتقديم
$50 مليون لبرنامج أوروبا والبحر المتوسط، ونضيف هذا المبلغ إلى المبلغ الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أنني أرحب بما تفضلتم بالإشارة إليه من اجتماعكم مع الجانب الأوروبي. هذا أمر بالغ الأهمية، وبالطبع فإن النظر إلى أنظمة اللجوء مهم جدا، وكذلك فقد بحثنا إلى سبل تعميق العلاقات بين الجانبين، ولقد تفضلتم بذكر ذلك. وفي الواقع فإن الدنمارك تعمل مع مصر، واليوم فهناك شركات دنماركية تتوسع في أنشطتها في مصر، وقد قضيت هذا الصباح مع بعض ممثلي الشركات الدنماركية التي أعربت عن استعدادها لبدء المزيد. هناك فرص كبيرة، طبعا هناك تحديات وعقبات، ولكن كل هذا نستطيع أن نتغلب عليه، كما أننا قررنا أننا سنكرر لقاءنا في وقت لاحق هذا الخريف، لنبحث في كيفية إضافة سبل أخرى لأوجه التعاون بيننا. إنني أقدر جدا هذا الاجتماع، وأكرر لكم التهنئة على توليكم هذا المنصب، فهذا أول اجتماع بيننا في هذا الإطار، وأتطلع إلى التعاون الثنائي بيننا. وبالطبع فلقد ناقشنا موقفكم السياسي، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إنني أمتدح بقوة جهود مصر المستمرة في الوساطة لإبرام صفقة والوصول إلى وقف إطلاق النار، الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية في عدم التصعيد، ويبقى حل دولتين هو الحل الممكن للمشكلة بين إسرائيل وفلسطين. هذا أمر مهم، ونحن نريد حلا بأسرع ما يمكن. وبالطبع لقد أشرتم إلى اعتبارات وتوترات أخرى، ومنها الموقف في البحر الأحمر الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصادكم، وهذا أمر نستشعره بين بلداننا وبين بلدان لها أنشطة في النقل البحري. وبالطبع لقد اتفقنا، ولا داعي لأن أقول كلاما كثيرا بالنسبة للوضع في غزة الذي يشغلنا إلى حد كبير، فإن الدول الأوروبية وهي أكبر مانح، وبينها الدنمارك أقوى المانحين. إنني أتطلع إلى الزيارة التي سنقوم بها غدا إلى رفح بسبب وضعها الحالي، ونحن راغبون في مزيد من الاستثمار تجنبا لهذه الكارثة الإنسانية. وهكذا معالي الوزير، شكرا جزيلا على كرمكم. وبالطبع لقد تصارحنا في تبادلنا للآراء في الموضوعات المختلفة، وأرجو أن نستمر في ذلك وأن تنمو العلاقات بيننا في المستقبل. وشكرا، شكرا جزيلا. مستر سمير عمر، my question to Dr. Badri Abdelati is no more, it's no more covered that the relation between Egypt and Israel against the backdrop of the Philadelphia corridor and all pretexts related to their stay in this area. With regards to armed smuggling and Israeli. شكرا جزيلا. يعني موقف مصر واضح وتم التعبير عنه في بيان رسمي صادر من وزارة الخارجية المصرية، وهو الرفض الكامل
لمثل هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يتم ترديدها. الكل يعلم وهم يعلمون والمجتمع الدولي يعلم تماما الجهد الكبير الذي قامت به مصر لمحاربة الإرهاب على مدار السنوات العشر الماضية وتدمير كافة الأنفاق التي كانت قائمة والتي ورثناها من عقود سابقة. طبعا مرة أخرى بنؤكد أن مثل هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يتم ترديدها الهدف منها هو تشتيت الانتباه عما يحدث من جرائم ومن أعمال قتل للمدنيين سواء في قطاع غزة والآن تمتد إلى الضفة الغربية وقبل ذلك في القدس الشرقية. فكل هذه السياسات الممنهجة التي تستهدف في النهاية لفت الانتباه عن الهدف الأهم وهو التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، النفاذ الكامل للمساعدات دون أي عوائق، وأيضا إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا جانب من المسجونين الفلسطينيين. يعني نحن لن نلتفت لهذه الأكاذيب وكما ذكرت نرفضها بشدة، والمجتمع الدولي يعلم تماما أن هذه الأمور غير صحيحة على الإطلاق. ونكرر مرة أخرى أن مصر دولة مسؤولة، دولة كبيرة تعي تماما مسؤولياتها، ومن ثم سوف نستمر في بذل كل الجهد الممكن في قيادة العملية التفاوضية. لن نتوقف ولن نيأس حتى يتم الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان على أهالينا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. الجهود المصرية لن تتوقف، وكما ذكرنا الرسائل واضحة للعيان وتم نقلها للجميع بأن هذه الأكاذيب تستهدف كما ذكرت تشتيت الانتباه عن الهدف الأساسي. كلما نقترب من لحظة الحسم والصدق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تجد المبررات والأعذار والتحركات والسياسات الاستفزازية التي لا تستهدف سوى إلى مزيد من التصعيد وصرف الانتباه عن الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وهو وضع حد كميات الدم التي تجري يوميا وحقن دماء الأبرياء من الفلسطينيين. شكرا. أستاذ محمد تفضل. كلية أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير أفندم، تحياتي لحضراتكم. في ظل السؤال موجه لمين فضلا؟ سؤالي موجه لوزير خارجية الدنمارك. في ظل ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية وبرنامج الاقتصادي الطموح اللي موجود في مصر وما يصاحب ذلك من زخم على صعيد ملف الاستثمار الأجنبي، سيادة الوزير هل لكم اطلاعنا على فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة في مجال الاستثمار، وما إذا كانت المحادثات مع الدكتور بدر النهاردة قد تطرقت إلى مشروعات أو مجالات محددة يمكن أن نرى الشركات الدنماركية تستثمر فيها في الفترة القادمة؟ شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. إنني متفائل. صحيح أن الدنمارك ليست بلدا كبيرا، ولكن لدينا قدرات وإمكانات كبيرة، وهناك شركات نشطة في مجال اللوجستيات، ولذلك اتفقنا اليوم على أننا سنواصل البحث في إمكانات تعزيز الشراكة المصرية الدنماركية في مجال الطاقة الخضراء. يحدوني أمل كبير على أن اللقاء مع المفوضية الأوروبية سيشمل بحث هذه الإمكانات، ولقد أعلن هذه المبادرة الدولية
وأعتقد أن الشركات الدنماركية متطلعة إلى أن تلعب دورا مهما. وبالطبع هناك احتمالات كبيرة باستخدام كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر لإنتاج الهيدروجين، وهذا أمر له أهمية بالغة ولا بد أن نبحثه بالنسبة لأنشطتنا في المستقبل. شكرا جزيلا. مساء الخير من التلفزيون الدنماركي. تحدثتم عن وقف إطلاق النار. إذا قلنا إن إسرائيل ستترك ممر فيلادلفيا، هل تضمن مصر عدم وجود أي تهريب للسلاح من سيناء إلى غزة؟ أنا أستغرب مرة أخرى ترديد هذه الأكاذيب، هي محض افتراءات وأكاذيب، هدفها كما ذكرت صرف الانتباه عن مسألة التوصل إلى صفقة تضمن وقف الفوري لإطلاق النار. هذه الأكاذيب يتم ترديدها حتى يصدقها البعض. الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر السنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأنفاق تعود أصولها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة. مصر دمرت لا أقول المئات ولكن عدة آلاف من الأنفاق تماما، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم كفتحات لهذه الأنفاق. هذا ما تم اتخاذه، والدولة المصرية يعني استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير هذه الأنفاق لبناء شبكات أمنية قوية على طول الحدود لتأمين حدودنا. ولكن كما ذكرت حينما كلما نقترب من التوصل إلى اتفاق تظهر أعذار جديدة وإدعاءات جديدة وإفتراءات جديدة وأكاذيب جديدة لا علاقة لها بالواقع، وهم يعلمون ذلك. دعني أسألك، هناك أسلحة موجودة في الضفة الغربية، كيف وصلت إلى الضفة الغربية؟ هل من أنفاق أيضا من مصر؟ هذا كلام غير منطقي وغير واقعي. نحن نعلم وهم يعلمون مصادر تهريب هذه الأسلحة من الطرف الآخر، وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل، ولكن لدينا معلومات مؤكدة عن مصادر هذا التهريب لا نريد التحدث عنها. ولكن مرة أخرى أكرر، الموقف المصري واضح. إحنا يعني ابتلينا بالإرهاب على مدار السنوات الماضية، لا أحد يزايد على مصر فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب ومنع التهريب. هو موقف واضح، موقف حاسم، والكل يعلم ذلك. إذا كانت هناك أي أكاذيب يرددها أي طرف فهي لا علاقة لها بالواقع، وعلينا كإعلاميين وصحفيين متميزين ألا نردد هذه الأكاذيب وأن ننظر إلى الواقع وإلى الحقيقة فقط. شكرا جزيلا.